حمض الأزوت هو عبارة عن كاشف لوني يكشف على وجود البروتين في الغذاء، فإذا أضفناه مثلا للفاصوليا يظهر اللون الأصفر. هذا اللون الأصفر يدل على أن الفاصوليا تحتوي على غذاء البروتين. إذن الكاشف اللوني للبروتين يتمثل في حمض الأزوت، حتى وإن أضفناه مثلا لمصل الحليب، فإذا أضفنا مثلا هنا حمض الأزوت لمصل الحليب، هو مصل الحليب، النتيجة ما هي؟ هي كما ترون هنا ظهور اللون الأصفر. إذن اللون الأصفر واللون يخبرنا بأن هذا الغذاء يحتوي على البروتين. إذا لم يظهر اللون الأصفر معناها أن هذا الغذاء لا يحتوي على البروتين.